في كل التفاصيل التي جرت بنجد أن هناك محاولة لابتعاث ومحاولة للتشديد على أن هناك كيان يسمى بالاتحاد الأوروبي، له كلمة، له تواجد، له رؤية، يستطيع أن يناور، يستطيع أن يواجه. ربما أرى أن هناك إعادة لتشكيل القوى داخل المنظومة العالمية. هناك مجلس الأمن ودوله الخمس الأعضاء الدائمين الذين يستخدمون حق الفيتو، وهناك حلف الناتو، وهناك منظمات كثيرة، لكن مجموعة السبع تحديدا بتمثل باحة واسعة لهؤلاء الذين يملكون المال ويملكون الصناعة ويملكون اتخاذ القرار، حيث أن هذه المجموعة وهذا التجمع بيسيطر على 65% من اقتصاد العالم، وبيسير باقي الاقتصاد وفق لمنظومة تحقق مصالح هذه الدول الأعضاء. لكن بزوغ نجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه القمة كرئيس للقمة، كمضيف للقمة والضيوف المتواجدين، إلا أنه كان على منحى آخر أو على اتجاه آخر، بيرسل رسائل واضحة من خلال كلماته، مداخلاته، نظراته، بأن فرنسا قادمة كقائدة أو كزعيمة أو كرائد للدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. وبألمس في كلام وفي تحركات الرئيس الفرنسي ماكرون هذا التوجه، بأن فرنسا من حقها أن تصل إلى منصة التتويج كزعيمة للقارة الأوروبية، وهذا بالتأكيد وبالطبع على حساب ألمانيا والمشيرة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستغادر السلطة يعني بعد شهور قليلة، ونرى يعني مستشار جديد بيخلف المستشارة الألمانية. هنا فراغ بيراه الرئيس الفرنسي، فراغ ألماني، حتى في العلاقات الأمريكية الألمانية هناك نوع من الشد ربما بين المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي ترامب، بيحاول أن يتمد ماكرون، لكن ربما كان هناك توجه من الرئيس الأمريكي ترامب بأن يفوت الفرصة على الرئيس الفرنسي في أن يحظى بمكاسب ثلاثية من إقامة هذه القمة على الأرض الفرنسية، ولم يشأ أن يترك له الحبل على الغارب. حتى في قضية إيران عندما وقف وقال بأننا لم نفوض الرئيس الفرنسي في أن يتحدث باسم المجموعة في إيران، لكنه إذا أراد أن يفعل فليفعل، لن نمانع في هذا. هذا على شق المجموعة الثمانية، مجموعة الدول السبعة، ربما يعني عندما أنطق مجموعة الدول السبعة أنطق مجموعة الثمانية، على اعتبار ما قاله ترامب بأنه في الدورة القادمة سيكون المجموعة يتغير اسمها من المجموعة الدول السبع الكبرى إلى مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى، باعتبار أن روسيا ستعود مرة أخرى. لكن هناك عدم توافق وعدم اتفاق أوروبي أمريكي من الحدود حول عودة روسيا، وهناك يعني كلام بيقال وبيثار بأنه في حالة إعادة روسيا دون موافقة الجميع ستنسحب بعض الدول المعترضة على التواجد الروسي قبل الاتفاق على حل المشكلة الأوكرانية وحل مشكلة بيراها الأوروبيين هي شبه جزيرة القرم.